لأن المدرسة الابتدائية هي عماد المجتمع، والشيء الآخر الذي نؤكد عليه من خلال هذا المنبر بأن هذه معظم المطالب مطالب بيداغوجية بحت وليس مطالب مادية كما يزعم بعض الذباب الإلكتروني. وأيضا نطالب كوطنيون غيرون على وطن أن ننزع هذه فكرة أكذوبة الجيل الثاني الذي أرهقت المعلم وأرهقت المدير وأرهقت المفتش وأرهقت حتى تلاميذ وأولياء تلاميذ. لذلك نحن هنا في هذا الاحتجاج نطالب من وزارة التربية الوطنية أن ترى بعين العقل وليس بعقل التعصب، ونحن نراعي الظرف ونراعي الظرف التي تمره البلاد. الشارع قال الأستاذ راه يطالب من أجل الماديات من أجل ملء الجيوب، لا، إذا مطالبنا بيداغوجية أكثر مما هي مادية. إذا والأستاذ يقول نبقى واقفا حتى تتحقق مطالبنا. مطلب أول وأساسي هو توحيد التصنيف مع جميع الأطوار، لأن كما نعلم ترتيب الجهد تصاعدي. أستاذ تعليم ابتدائي يتعب يبذل جهد كبير، بينما ترتيب العشر تنازلي، نجي من الفوق ونازلي، هذا اجحاف في حق الأستاذ التعليم الابتدائي. والجزائر مش راح تدير الاستثناء كي دير توحد التصنيف ولا تميز أستاذ التعليم الابتدائي، بالعكس نورمالمون أستاذ التعليم الابتدائي هو اللي يكون في أعلى المراتب وأعلى التصنيفات، فكل دول العالم هكذا فيها الهرم، أما في الجزائر الهرم مقلوب القاعدة مقلوبة والرأس في الأسفل.